جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. المستمع عبد الله العاطفي من الجنوب بعث برساله وضمنها جمعا من القضايا، في احداها يسالكم شيخ صالح عن رايكم في المراه المعتده والتي يقوم اهلها لها في نهايه العده بذبيحه كما في الافراح. ما هو توجيهكم في مثل هذا العمل جزاكم الله خيرا، وايضا يقومون بالقص من نهايه شعرها. أما القص من شعرها فهذا لا يجوز، هذا محرم، لأن هذا القص إنما هو لنسك الحج أو العمرة وهو التقصير، أما في غير ذلك فلا يجوز عمله لا مع العدة لا مع المعتدة في نهاية عدتها ولا غير ذلك، إلا لسبب مباح كالتخفيف من الشعر إذا كان طويلا تحتاج إلى قصه لا بأس. وأما الذبيحة فإن كانت تفعل من باب اعتقاد أنها مشروعة فهذا خطأ ويكون هذا بدعة، أما إن كان هذا يفعل من باب الفرح بانتهاء العدة وإفراح المعتدة وتسرية عنها في الاجتماع واجتماع الأقارب، يفعلون هذا من باب العادات ومن باب الفرح فهذا لا بأس به، لكنه لا يداوم عليه ويتخذ عادة. نعم.